إن من دعاة الأشاعرة المعاصرين ينكر على السلف عقيدتهم بعدم التأويل في المتشابه، ثم هو يشرح عقيدته التي تقوم على التأويل، ثم يقول إن كان هذا هو معتقد السلف أي عدم تأويل المتشابه، لماذا شنع ابن تيمية عندما فسر الوجه بالجهة في قوله عندما فسر الوجه بالجهة في قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله؟ هذا جاهل، هذا جاهل ما يدري عن اللغة العربية. الوجه في اللغة العربية له عدة معاني، منه الوجه الذي هو الوجه المعروف الذي هو ثابت لله عز وجل، وأيضا هو في المخلوقين وجه معروف، الوجه معروف، وهذا هو الصفة الذي هو من صفات الله، صفة ذاتية لله عز وجل. ويراد بالوجه الجهة أيضا، الجهة أينما تولوا فثم وجه الله، يعني الجهة، الجهة التي يتوجه إليها المصلي، وهذا إذا كان في السفر يتنفل على الراحلة، يتنفل أينما توجهت به راحلته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان لا يعرف القبلة واجتهد في تحريها وصلى بما أدى إليه اجتهاده ثم تبين له بعد ذلك أنه خطأ، صلاة صحيحة لأنه فعل ما يقدر عليه، فعل ما يقدر عليه. أينما تولوا فثم وجه الله، والآية قيل إنها نزلت في هذه القضية، أن ناسا كانوا في السفر اجتهدوا في القبلة وصلوا، ثم لما جاء النهار أدركوا أنهم ليسوا على جهة القبلة فأنزل الله هذه الآية، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، يعني الجهة التي أمركم الله أن تتوجهوا إليها. فهذا لا يعرف اللغة، أو أنه مغالط، يعني بعضهم يعرف لكن يغالط في هذا ويلبس على الناس، يجب عليه أن يدرس اللغة أولا ويعرف معاني الوجه وما يراد به في كل سياق، ما هو يتكلم كذا ويلبس على الناس. نعم.